السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناتكم التعليمية الأوائل ديجي مع حصة جديدة من حصص اللغة، لا مع حصة جديدة من حصص الصف الجغرافيا للسنة الثالثة متوسط، واليوم مع تحديد درس الجغرافيا الثانية في إفريقيا بين الوفرة والمعيقات سنة ثالثة متوسط. نبدأ. الموارد الطبيعية. توفر القارة الإفريقية على موارد طبيعية متنوعة من معادن وبحر ونباتات لكي لكن يصدر الجزء الأكبر من الإنتاج على شكل مواد خامة لضعف إمكانيات التصنيع. الموارد المائية والنباتية. تتوفر القارة الإفريقية على مجاري مائية دائمة الجريان من أنهار وأودية مثل نهر النيل أطول نهر في العالم ونهر الكونغو والنيجر وبحيرتي فيكتوريا ثالث أكبر بحيرة في العالم وبحر تشاد. بحيرة تشاد كما تغطي الغابات 7% من مساحة أفريقيا حيث تشكل الغابات الاستوائية والسافانا ثروة غابية هامة نظرا لاتساع مساحتها وأهميتها الاقتصادية وتعتبر ساحل العاجل. وتعتبر ساحل العاج ليبيريا وغانا نيجر ونيجيريا من أكبر الدول المصدرة للأخشاب في إفريقيا. المنتوجات المدنية تتركز بإفريقيا العربية والشرقية الغربية والشرقية أين يتواجد المناخ المداري الأمطار الغزيرة الحارة مرتفعة طول الصيف. من منتوجات القطن الموز الكاكا الكاكاو قطب السكر زيت النحل قصب السكر زيت النحل الشاي البن. وتصدر إفريقيا أكثر من نصف الطلب العام من نصف طلب العالم من هذه المنتوجات. الأراضي الخصبة. تتنوع التربة بإفريقيا أهمها التربة السوداء والحمراء بشمال القارة مثلا أولا أو على ضفاف الأنهار والأودية مثل الأراضي السودانية الخصبة التي تستطيع لوحدها توفير الغذاء لكل سكان القارة. الموارد الطاقوية. باطن الأرض في إفريقيا غني جدا بالموارد الأولية سواء الأولية سواء كانت الطاقة أو معادن. أكبر الدول المنتجة للمحروقات في إفريقيا نيجيريا الجزائر الغابون أنغوليا وليبيا. الموارد المعدنية منها الثمنية الثمينة كالذهب والماس واليورانيوم حيث تتركز بجنوب إفريقيا وبوتسوانا بالإضافة إلى الحديد والفوسفات والمنغيز في شمال القارة وجنوبها. معيقات التنمية في قارة إفريقيا. رغم توفر القارة على موارد طبيعية متنوعة وبشرية بإمكانها أن تساهم بقدر كبير في ازدهارها إلا أن هناك معيقات عديدة تعرقل مسار التنمية. مظاهر طبيعية بيئية. المناخ الصحراوي الحار والجاف الذي يسود معظم القارة. قلت الأراضي الزراعية لأن معظم المساحة صحراء. ظاهرة الانجراف والتصحر التي تؤثر على الأراضي الزراعية. التقلبات المناخية كالفيضانات والجفاف. تلوث البيئة الناتج عن المصانع النفايات الأجنبية والمياه الفاسدة. معيقات بشرية. ظاهرة الأمية التي تنعكس سلبا على مجتمع ودول. النمو الديموغرافي السريع يقابله بطء في وتره التنمية الاقتصادية وتراجع التنمية الاقتصادية وتراجع حصة إفريقيا في الصادرات العالمية. ارتفاع عدد الفقراء في القارة نتج عنه سوء التغذية والمجاعات. انتشار الأمراض والأوبئة والصراعات بين سكان القارة. نقص رؤوس الأموال بسبب عجز الميزان التجاري. الاعتماد على الوسائل التقليدية في الزراعة وتربية الحيوانات. ظاهرة الهجرة بنوعها التي تفرغ القارة من طاقتها الشبابية وأدمغتها. العامل التاريخي والسياسي. خضوع القارة للاستثمار وتحريرها حديثا. ارتباط الاقتصاد الإفريقي بدول استعمارية سابقة. الديوان بلغت
الديون بلغت ديون إفريقيا سنة 2930 مليار دولار، وتشكل المديونية أزمة حقيقية في بعض الدول الإفريقية الفقيرة مثل كاميرون، ساحل العاجة، كينيا، زومبيا، تنزانيا. عدم الاستقرار السياسي إفريقيا هي القارة الأكثر تعرضا للحروب. في سنة 2005 كانت القارة تعاني من 13 نزاعا مسلحا، وتؤدي النزاعات الداخلية إلى الإنفاق على التسليح بدلا من الاستثمار في التنمية. وأنفقت إفريقيا في 2008 أكثر من 5 مليار دولار على التسليح. وهكذا أعزائي التلاميذ نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، وأخيرا لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.